طبعاً على الرغم من تصريح سابق لقائد عمليات البصرة الفريق رشيد فليح عن وضعه خطة لنزع السلاح في محافظة البصرة، إلا أن الواقع يفند هذه التصريحات. المقطع التالي يوضح وقوف القوات الحكومية موقف المتفرج من هذه النزاعات العشائرية ووقوفها عاجزة عن التدخل في فض الاشتباكات بعدما تطور الاشتباك إلى استخدام الأسلحة الثقيلة حيث تسمع أصوات الانفجارات. في المقطع التالي وعناصر الدورية قد اختبأوا في المحلات المجاورة لدوريتهم، فلنشاهد.